كان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أصدر بيانا أكد فيه سعي بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم الفني اللازم إلى المفوضية الوطنية للانتخابات لإجراء انتخابات نزيهة ترمي إلى إتمام العملية السياسية في ليبيا. وأضاف البيان أن هناك محاولات مكثفة لإيجاد الظروف السياسية والتشريعية والأمنية المناسبة للانتخابات المقررة قبل نهاية العام المقبل، حيث تم إطلاق حملة لتسجيل ناخبين داعيا الليبيين إلى المشاركة بفاعلية، كما دعا القادة أيضا لتقديم كل ما يضمن نجاح العملية الانتخابية.